الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر له وارحمه وعافه عفوا وأكرم نزله ووسع مدخله والثلج والبر ونكفه من الخطايا كما ينكفى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ويشهد أن محمدا عبدك ورسولك أصبح فقيرا إلى رحمتك وأصبحت غنيا عن عذابي تخلى من الدنيا وأهلها إن كان زاكيا فزكيه وإن كان مخطئا فاغفر له اللهم لا تحرمنا جنبه ولا تفتنا بعده اللهم إنه بدير تابع في ذمتك وهبت جوارك فكه من عذاب القبر وعذاب النار وانت حمل الوفاء والحق واغفر له وارحمه واغفر له وارحم انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا
موسانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا شفاء فرح، إنا شفاء فرح، إنا شفاء فرح. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. No, you let it start singing. ناظرین آپ نے دیکھا یہاں پر ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہے ہیں، نماز جنازہ ان کا ادا کیا گیا اور بھاری تعداد میں یہاں پر آپ دیکھیے لوگ پہنچے ہیں، مقامی لوگ پہنچے ہیں. اور کیونکہ میں پھر سے بتا دوں، مجید کا نماز جنازہ تھا جو 19 فروری کی طرف سے لاپتہ تھا. فیملی نے گمشدگی کی جو رپورٹ ہے وہ پولیس میں درج کی تھی اور تب سے ان کی تلاش جاری تھی، اور آج صبح نزدیکی علاقے بادی پورہ میں ان کی لاش پائی گئی. اس کے بعد جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی لاش دیکھی انہوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دی. پولیس موقع پر پہنچی، لاش کو اپنی تحویل میں لیا اور ان کا پوسٹ مارٹم جو بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ انجام دی گئی اور اب اہل خانہ کے حوالے کی گئی اور ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے. حالانکہ انیشیل رپورٹس بتا رہے ہیں نیچرل ڈیتھ ہے، تاہم پولیس نے کہا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی پوری سچائی سامنے آئے گی.